أهلا بكم في الساعة الثانية من العالم الليلة، ونبدأها بأبرز العناوين. خلال مباحثات بالقاهرة، الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وفي ظهور جديد، نعيم قاسم يقول إن المواجهة باتت مباشرة مع إسرائيل وليست حرب إسناد، ويدعو لوقف النار. أما في غزة، تضارب في التصريحات الإسرائيلية حول تنفيذ خطة الجنرالات، والأمم المتحدة تحذر من عزل شمال القطاع. في الانتخابات الأمريكية، 21 يوما أمام هاريس لحل معضلة خسارة أصوات ذوي البشرة السمراء واللاتينيين. أهلا بكم. أهلا بكم. البداية من القاهرة وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وذلك أثناء لقاء الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. السيسي أكد أيضا على أهمية التنسيق والتعاون مع السعودية في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري شهدا التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين الرياض والقاهرة، كما تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب أشرف العشري، الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد أشرف. برأيك، ما هي أبرز العناوين والملفات التي سيعمل عليها المجلس الأعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض؟ مساء الخير لحضرتك أستاذ محمد والسادة المشاهدين. بكل تأكيد دعنا في عجالة نؤكد أن هذه الزيارة أعتقد أنها زيارة تاريخية واستثنائية فيما يتعلق من حيث المكان والزمان. في هذا التوقيت لدي كثير من الدلالات الرمزية والسياسية التي تصب في خانة استمرار ترفيع وترقية العلاقات على المستوى الثنائي، باعتبار البلدين يمثلان جناحي الأمة وقطبين رئيسيين في إقليم الشرق الأوسط، لديهم الحضور والقوة والزخم في معادلات الشرق الأوسط، بما يؤهلهما لاستمرار مسيرة التلاقي والتعاون من أجل مصلحة البلدين والشعبين، وأيضا من أجل مصلحة الأمة العربية وتوفير استحقاقات الحماية وسياجات الدعم للأمن القومي العربي. بكل تأكيد هذه الزيارة حظت بكثير من التقدير في مصر، وأعتقد أنها ناقشت كثير من الرؤى المتعمقة نحو روح وجوهر التعاون المصري السعودي في مجالات التعاطي الدبلوماسي والسياسي، وأيضا نقلة حضارية أو نقلة نوعية في مجال التعاون الاستثماري والتجاري. وهذا كان أحد الركائز الأساسية لإنشاء المجلس التنسيق الأعلى. هذا المجلس يكون لديه مهام عديدة وجوهرية تتولى برسم سياسات تصعيد وترفيع العلاقات وتصاعد العلاقات، وأيضا وضع الخطط التنفيذية لمحور علاقات سعودية أيضا مصرية تصب في خانة وصول حالة من التماهي الكامل والوقوف على مسافة واحدة من كل القضايا المتعلقة بعلاقات البلدين من ناحية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأيضا رسم ملامح التعاطي وحيوية وديناميكية التحرك فيما يتعلق بالتماهي مع قضايا الشرق الأوسط بما فيها حتى استمرار عمليات الاعتداءات الإسرائيلية قطاع غزة. وهنا دعني أسألك، يعني كيف ينظر لهذه الزيارة على المستوى السياسي استنادا للأدوار التي تقوم بها قيادة البلدين فيما يتصل بالقضايا المهمة والملحة في الشرق الأوسط؟ على المستوى السياسي كيف ينظر لهذه الزيارة؟
ينظر لديها بكثير من قوة التعاطي من قبل الجانبين المصري والسعودي، خاصة البلدين منذ 7 أكتوبر لديهم درجة كبيرة من التنسيق والتعاون واللقاءات بين الزعيمين، وحتى على مستوى وزارة الخارجية والمبعوثين والرسائل، وهناك كثير من التمايل في رسم ملامح خطوط الحراك المصري السعودي لدى المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بما فيها الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين طيلة عام كامل. وأعتقد أن اللجنة التي شكلتها القمة العربية الاستشارات عقدت في الرياض في 10 نوفمبر من العام الماضي، شكلت اللجنة الوزارية التي طافت دول العالم، كان الأبرز القطبين فيها القطبين المصري والسعودي الذين رسموا ملامح إمكانيات التعاطي وطرح كثير من الأفكار والرؤى لإمكانية تخفيف حدة التوتر والتصعيد داخل قطاع غزة واستمرار قوة الزخم المصري السعودي بتوفير شبكة الإنقاذ الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال دخول المساعدات، وفي نفس الوقت أيضا الضغط باتجاه تحرك وقف الاعتداءات وإمكانية أن يكون هناك تعاون مصري سعودي مع دول الإقليم ودول المجتمع الدولي لإمكانية تخفيف منسوب التوتر في الإقليم، أملا في أن يكون هناك وقف فوري وعاجل لإطلاق النار. هذه الزيارة وهذه اللقاءات والنقاشات المعمقة بين الزعيمين رسمت ملامح مستوى الثنائي درجة كبيرة من التماهي، وربما ترسم ملامح خريطة طريق اقتصادية وتنموية واستثمارية جديدة بين البلدين في قادم الأيام والأسابيع القادمة. على المستوى السياسي سيكون لها ما لها من تأثيرات إيجابية في قوة الزخم الحيوية لإمكانية أن يكون هناك جدول وإطار زمن لوقف الاعتداءات ورسم ملامح حراك مصري سعودي يصب في خانة وقف هذه الاعتداءات في المقام الأول. أشرف العشر الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة، تحياتي إليك دائم. الآن إلى التطورات فيما يخص لبنان، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن فرقة عسكرية خامسة بدأت المشاركة في عمليات جنوبي لبنان في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي آف غالانت من جهته قال إن تل أبيب تتوقع المزيد من التصعيد في الشمال. أمر ظهر فعليا على الأرض، نحو 20 صاروخا أطلق من لبنان على حيفا وخليجها والجليل في وقت أعلن فيه حزب الله استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى بلدة رامية بصاروخ موجه. نتابع معكم مشاهدين هذا الفيديو لغارة إسرائيلية قبل قليل في بلدة قنا جنوبي لبنان. هذا الفيديو لغارة استهدفت بلدة غانا جنوب لبنان منذ قليل. الآن هذه هي الصور مشاهدينا التي وصلتنا قبل قليل للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قنا جنوبي لبنان. بث الجيش الإسرائيلي اعترافات الأسير والضاح يونس المقاتل بحزب الله الذي أسرته قبل أيام في نفق روى فيها تفاصيل اعتقاله. كيف اعتقلوك؟ فتحوا الباب علي. وش سويت؟ طلعت. طلعت هيك؟ سلمت حالك يعني؟ أنا ما بعرف. أنت كنت لحالك بالنفير؟ آخر 4 أيام كنت لوحدي. شو المكان هذا؟ شو هو المكان اللي جابوك منه؟ شو فيه؟ في عامل لنا غرفة نفق يعني تحت الأرض. تحت الأرض. أنا لنا غرفة محصنة. أوكي. نزل عليها السنترالة. أساس مش فاكر لما يجي ضربة بالكهرباء المبنى تاخذ ضربة. في تابعة لمين يعني؟ المنظمة الاتصالات. لحزب الله يعني؟ حزب الله. وفي ظهور جديد له قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المواجهة مع إسرائيل انتقلت بعد هجوم البيجر من مرحلة الإسناد إلى مرحلة الحرب المباشرة، قائلا إن الجبهتين ليستا منفصلتين. نحن انتقلنا من الإسناد إلى مواجهة حرب إسرائيل على لبنان منذ تاريخ 17 أيلول يعني عند تفجير البيجر. كان هذه خطوة أولى نحو التقدم بالحرب، وتجلت في 27 أيلول باغتيال سماحة الأمين العام قدس سره. وبالتالي منذ 17 أيلول حتى الآن نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة
العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان. لم نعد في مرحلة المساندة. نعيم قاسم دعا أيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى وقف إطلاق النار، وإلا فلا يمكن لسكان شمال إسرائيل أن يعودوا لبيوتهم. أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية، الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد، نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار، بحسب الاتفاق غير المباشر، يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. معنا من شمال لبنان عبر زوم الدكتور فادي كرم النائب في البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، أهلا بك. بعد هذه التصريحات الأخيرة التي استمعنا إليها، هل أصبح من الماضي الحديث عن جبهة إسناد؟ هل تسمعني الآن؟ إيه هلأ عم بسمع. طيب، هل أصبح يعني من الماضي الحديث عن جبهة الإسناد بحسب توصيف نعيم قاسم، إنما المرحلة الآن هي مرحلة الحرب المباشرة مع إسرائيل، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه الشيخ نعيم قاسم أصبح خارج المنطق وخارج الزمن، يعني ما زال يتكلم عن حرب إسناد. حرب الإسناد ما جابت لنا إلا الويلات إلى لبنان، وأنهت غزة ولم تستفيد غزة بأي موضوع. وقد أعلن حزب الله ب 8 أكتوبر 23 أنه هو يسند بحرب، يعني أعلن منه لوحده بأوامر إيرانية، وما زال مصر على الحرب وعلى استمرار الحرب. وكان واضح الشيخ نعيم قاسم اليوم بأنه هني ما زالوا في يخوضون حرب ومواجهة مباشرة مع إسرائيل، وواضح أنه كل هذه الحرب يخوضونها بأوامر إيرانية لحماية إيران، لإبعاد الخطر عن إيران. كل هذه الخطوط التي أنشأها النظام الإيراني في لبنان، سوريا، العراق، اليمن، حتى غزة، كانت خطوط دفاع عن إيران وتلهي للإسرائيلي في على أراضي العربية كي لا تصل الحرب إلى إيران. دكتور فادي، يعني حديث نعيم قاسم اليوم الذي قال فيه إن جبهة غزة ليست منفصلة عن جبهة لبنان، جاء في يوم شيع فيه القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان الذي قتل مع حسن نصر الله، وشهد أيضا ظهور قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بعد غياب طويل وإشاعات. طبعا خلال التشيع تحدث نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي بشكل مشابه لما تحدث به نعيم قاسم، نستمع. أداء جبهة المقاومة لا مثيل له، وعملهم خلال عام ونصف العام كان غير مسبوق. لقد أصبحت جبهة إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن موحدة تعمل كيد واحدة ولم تعد متفرقة، ما يعني أننا نتقدم بسرعة إلى الأمام، وبالتالي نتيجة الحرب ستكون محسومة وستؤدي حتما إلى النصر. أسألك مباشرة دكتور، يعني ما هو النصر بالتحديد الذي تحدث عنه نائب قائد الحرس الثوري ونعيم قاسم اليوم؟ للأسف سيدي أننا نعيش في زمن مجموعات للحقيقة متخلفة وتعتمد الخداع والتمويه والتجهيل، وتحاول أن توهم قواعدها وتوهم أتباعها بأنه هي بحالة جيدة وبوضع خير. فلذلك يعتمدون إيديولوجيا التمويه والتجهيل، وهن بوضع صعب. ولكن للأسف أنه مع هذه المجموعات كل شيء بيصير بأنه نذهب في حروب استنزافية للشعوب التي تدور الحروب على أراضيها. يعني اليوم الشعب اللبناني سيعاني أكثر مع هذه النظريات التي أطلقها اليوم الشيخ نعيم قاسم، وسنذهب إلى أمور أصعب وأصعب، وسنعيش حياة أصعب وأصعب كلبنانيين بسبب إيديولوجيتهم وعقيدتهم التي لا تعترف بشيء اسمه خسارة. فهني دائما منتصرين حتى لو بقي
واحد منهم عم بيصرح يطلع على الشاشات ويحكي معناتها هني منتصرين. أما ما يحدث بالشعب مع الشعب من 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 النزوح فوق 1.5 مليون نازح لبناني نحن بوضع صعب جدا، الموت فوق الموت، بدأنا نشعر بالحصار، كل هاي الأمور ليست في حساباتهم، لا يهم طيب. الشعب اللبناني ولا شو يحدث بالشعب اللبناني، المهم أنه يبقى واحد من قادتهم يرفع يده بأنه منتصر ويقول طيب. أنه منتصر. طيب أود أن أنقلك إلى جزئية أخرى ربما هي أيضا من العناوين اللافتة. حديث نعيم قاسم اليوم دعا فيه اللبنانيين إلى تحمل التضحيات، بما أنك تحدثت أيضا عن هذه الجزئية، حديث مشابه لما حدث طبعا مشاهدينا من قبل في غزة. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت في وقت سابق إلى رسائل من رئيس حركة حماس يحيى السنوار إلى الوسطاء قال فيها إن التضحيات ضرورية. فهل يتحمل لبنان تضحيات تؤدي إلى أن يكون غزة جديدة؟ إليك السؤال يا دكتور. كلا، لا يتحمل أبدا سيدي، ولكن هني مثل ما قلت لك عندهم مقاومة من أجل الأمة التي يؤمنون بها، وهي أمة التي نشرها الحرس الثوري في المنطقة إيديولوجيتهم، لذلك يطالبون من تحت الأرض من المخابئ وبطرق ربما صعب حتى يقدروا يتواصلوا مع بعضهم، يطالبون فقط بالصمود من أجل إبقاء القضية مستمرة. وأعود وأكرر أن لا شيء يهمهم كل هذه التضحيات التي تقع والضحايا والشهداء التي تقع على في لبنان، هني بيعتبروها شيء طبيعي لازم نعم. يتقدم ضحية أمام قضيتهم نعم. أو عقيدتهم، لذلك نحن نعاني كثيرا من هذا الفريق، ولكن أستطيع أن أقول أنهم في المراحل الأخيرة نعم. من حياة مشروعهم. الدكتور فادي كرم النائب في البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، تحياتي إليك دائما. الترقب هو سيد الموقف فيما يخص الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني. في هذا السياق مشاهدينا، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية. وأضافت الهيئة الرسمية أن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها. بدورها ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن قرار مهاجمة إيران سيتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، وأن المجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة. متى وأين وكيف سترد إيران على إسرائيل؟ لا إجابات مشاهدين حتى اللحظة، لكن ثمة مؤشرات على قربها ربما. قناة I24 نيوز الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن رد تل أبيب المرتقب سيكون قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي حدد للرئيس الأمريكي الفترة الزمنية للرد الإسرائيلي. ملامح رد يبدو أنها اكتملت مشاهدينا. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث عنها وقال إن الرد سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا. بعد أن أوقفنا قبل نحو أسبوعين هجوما إجراميا شنته إيران، أطلقت خلاله 200 صاروخ باليستي برؤوس حربية كبيرة. هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر، ولن نتجاهله. ليس لدينا أي نية للتسامح مع انتهاك سيادتنا ومحاولة إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين والبنى التحتية. سيكون الرد دقيقا ومؤلما ومفاجئا أن تجاه إيران. لكن ما هي الأهداف الإيرانية المطروحة على طاولة تل أبيب؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده لضرب المنشآت العسكرية، وأن إسرائيل لن تستهدف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، وفق ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي.
إذن وفق التصريحات والتسريبات التي استعرضناها مشاهدينا، يبدو أن أهداف إسرائيل في إيران باتت أكثر وضوحاً وتحديداً في أهدافها وهي المنشآت العسكرية. لكن نسأل هنا، لماذا هذه الأهداف ليست نووية أو نفطية يا غسان؟ لأنهما خياران قاسيان محمد، وتداعياتهما ستكون كبيرة على المنطقة والعالم أيضاً. فلجوء إسرائيل للخيار الأكثر تطرف أو جنونا كما وصف باستهداف المنشآت النووية عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خيار سيدفع طهران لرد كبير وقوي، ما سيجر المنطقة لحرب واسعة وشاملة، وتجد واشنطن نفسها في خضم حرب بجانب حليفتها إسرائيل. كما أن ضرب المنشآت النووية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، ما يعني اتخاذ طهران ربما خطوات متسارعة في برنامجها النووي والسعي لامتلاك قنبلة نووية. المنشآت النفطية من بين الخيارات القاسية على إيران، لكن بحسب التقارير الصحفية إسرائيل ستتجنب هذه الأهداف. طهران بطبيعة الحال توعدت، ربما هذا الخيار يضع منشآت الطاقة الرئيسية الإسرائيلية في دائرة الاستهداف الإيراني، ونتحدث هنا عن مصافي التكرير وحقول الغاز البحرية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه الإسرائيلية. محمد، هذه التطورات تأتي فيما أفاد موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت في تعطيل كافة إشارات نظام تحديد المواقع العالمي في منطقة كرياف في تل أبيب، حيث تقع وزارة الدفاع تحسبا لرد إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل. فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للموقع إنه يتم تفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS بشكل استباقي لتلبية احتياجات مختلفة. أما إيران مشاهدينا، وعبر المتحدثة باسم الحكومة، أشارت إلى أن طهران مستعدة لأي رد على إسرائيل إذا دعت الحاجة، بما في ذلك نية تل أبيب للرد على الهجوم الصاروخي الأخير. بغض النظر عن أي مشاورات تجرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نؤكد أن إيران مستعدة لأي رد إذا دعت الحاجة. لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية بأي حال، وكما قال خامنئي، نحن لسنا متسرعين في الردود ولا نتهاون، وسنعطي الرد في الوقت والمكان المناسبين عند الضرورة. على العالم أن يعلم أن إيران لم تكن يوماً البادئة بالحرب، لكنها عازمة على الدفاع عن نفسها. وفي هذا الإطار قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها إن أجزاء من منظومة سعد المضادة للصواريخ بدأت بالوصول إلى إسرائيل يوم أمس لتكون جاهزة للعمل في المستقبل القريب. وقال الجنرال بيرت رايدر المتحدث باسم البنتاغون إنه خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية سعد إلى إسرائيل، مؤكدا أن البطارية ستعمل قريبا دون مناقشة الجداول الزمنية لعملها لأسباب أمنية. ينضم إلينا من الرياض العميد أسعد عوض الزعبي المحلل العسكري السوري، تحياتي إليك. هل استطاعت المسيرات التي انطلقت من لبنان أو من اليمن أو من أي جهة أخرى استطاعت أن تكشف الخلل الكبير في المنظومة الدفاعية بالنسبة لإسرائيل؟ وهنا أتحدث عن القبة الحديدية. مساء الخير. أهلا بك أستاذ المشاهدين. يعني دعني لنصل إلى النتيجة الحقيقية من خلال الخبرة. حقيقة يجب أن نقول أن إسرائيل يعني لديها منظومة الدفاع الجوي التي تعتمد نظام الاسطوانة، يعني هناك نظام آخر يسمى نظام نصف الكرة. نظام نصف الكرة بالنسبة لمنظومة الدفاع الجوي فيه خلل أحيانا، لكن إسرائيل تعتمد نظام الاسطوانة الذي لا يوجد فيه إطلاقا أي نقطة خالية من قضية التصدي لأي هجوم جوي. إنما ما يوجد حاليا حقيقة في الهجومات التي تجري، نحن يعني نتعلم أن هناك طيران مسير ومتطور. حقيقة قضية سرعة تطور الطيران المسير يعني أصبحت لنقول فوق الصوت، وأيضا حتى التطور الصواريخ الذي وصل إلى فرد صوتي، هذه حقيقة معلومات جديدة أدخلت أو يجب أن تدخل على غرفة العمليات التي تضم وسائط التصدي، سواء كان طيران مقاتل أو وسائط دفاع جوي. وهذا معروف تماما لدى ضباط الدفاع الجوي أو ضباط القوى الجوية أن
عندما نتحدث عن هناك أهداف جديدة من المفترض أن تدخل إلى ساحة الكمبيوتر أو معلومات الكمبيوتر من أجل أن تكون يعني الكمبيوتر يقوم بعملية اختيار ما بين الهدف واختيار واسطة الدفاع الجوي المناسبة. هذا من الناحية. والناحية أخرى أيضا يجب أن نعلم أن إسرائيل التي لديها واسطة طيران قوية مقاتلات قوية وتستطيع أن تتصدى، لكن في ظل الحرب الحديثة حاليا يعني في ضمن استخدام صواريخ فرد صوتية أو طيران مسير يغيب تماما عامل الطيران المقاتل، وبالتالي إذن فقدت إسرائيل قسم كبير من منظومة الدفاع الجوي. وهنا نقول أن هذا الخلل هل يمكن أن يستعاض عنه بإدخال منظومة ثاد في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية؟ طيب الحقيقة الجواب على السؤال سأتي إلى هذه الجزئية. هنالك نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية لدى تل أبيب. فاينانشال تايمز تحدثت عن ثغرات في سلاسل الإمداد بالسلاح في الجيش الإسرائيلي، وبعد مرور سنة على الحرب أصبح يعاني فعليا من نقص في صواريخ الدفاع الجوي. لا أسألك هنا يعني نعم اسمح لي فقط أسألك هنا نعم. يعني كيف يؤثر هذا النقص على إسرائيل في الحرب الدائرة الآن؟ تمام. أنا يعني أنا ربما أعتقد أنه لا يوجد هناك نقص، لأن يعني التعويض الأمريكي والبريطاني مستمر بالنسبة لهذه الوساط أو كل الأسلحة يعني القنابل. أعتقد أن إسرائيل يعني ربما استنزفت أو استهلكت من القنابل سواء الجي بي يو 38 أو 53 أو 43 حتى المحديث، استهلكت يعني أعداد حقيقة غير مسبوقة، أعداد مهولة لو أخذناها بالعدد. ورغم ذلك لم تشعر في أي لحظة من اللحظات أن لديها نقص. كيف نتحدث اليوم عن صواريخ دفاع جوي؟ إنما ظهر هناك حقيقة نقطة خفية في الدفاع الجوي الإسرائيلي. هذه النقطة ليست بقضية الأعداد، بمعنى أن يعني ما يتعلق بمنظومة تشابرا الفولغان، ما يتعلق بمنظومة القبة الحديدية، ما يتعلق بمنظومة مقلاع داود ومنظومة أرو أو الحيتس، هذه المنظومات الأربعة حقيقة كانت ربما قبل استخدام الطيران المسير وقبل استخدام الصواريخ الفرد صوتية ربما تحتاج للتصدي أو تستهلك أكثر من 80% تستطيع إسقاط هذه الأهداف. اليوم هي تستهلك أكثر من 90% يعني بالمعنى استهلاك الصواريخ أكثر من المعتاد. لماذا؟ أنا ذكرت قبل قليل أن الكمبيوتر أو غرفة العمليات التي يتواجد بها كمبيوتر يوجد على هذه الكمبيوتر كل أنواع الأهداف المعادية من صواريخ وطيران ومروحيات ومسيرات، ويوجد فيها أيضا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وهذا الكمبيوتر يقوم باختيار الآلية التي تتصدى مقابل الهدف الآخر. هذه الآلية اليوم أصبحت مغيبة لأن هناك نقطة فراغ بنظام الإسطوانة الذي يغطي إسرائيل. نعم. طيب كنت سيد أسعد تحدثت عن منظومة ثاد، هل ستفي بالنقص في المنظومة الدفاعية؟ ما أثر هذه المنظومة على المنظومات الدفاعية الإسرائيلية بسرعة لو سمحت؟ تمام. منظومة ثاد يعني لا تختلف كثيرا عن منظومة حيتس أو الأرو. معروف تماما الأرو يعني مراكز الكشف الراداري الأرو تستطيع أن تكشف حتى 600 كيلومتر. بمعنى إذا كانت الصواريخ الإيرانية قد وصلت إلى منتصف الأراضي العراقية تعتبر كشفت. إنما زمن الإنذار للأرو من أجل يعني التصدي لهذه الصواريخ باعتبارها صواريخ فرد صوتية، زمن الإنذار أصبح قليل جدا. إنما سرعة صواريخ الثاد بالتصدي وكذلك مدى الكشف الراداري الذي يزيد عن 1000 كيلومتر يعطيها زمن إنذار كافي من أجل التصدي للصواريخ حتى الفرد صوتية. وأعتقد هذه الثغرة التي كانت موجودة في كمبيوتر منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي. العميد أسعد عوض الزعبي المحلل العسكري كنت معنا من الرياض، تحياتي لك دائما. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. 400,000 طفل نزحوا في لبنان منذ بداية التصعيد. أهلا بكم من جديد. القصف الإسرائيلي على لبنان متواصل. تل أبيب تتطلع إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 3 كيلومترات وفق ما أبلغت واشنطن، مع الإبقاء على مطلبها السابق بإقامة منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات، على أن تكون المنطقة بين 3 و10 كيلومترات من مسؤولية اليونيفيل والجيش اللبناني. لكن صحيفة يدعو تحرنوت كشفت أن الجيش الإسرائيلي يروج لإقامة منطقة عازلة، لكنه يخطط لمنع عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية في أي اتفاق مستقبلي. وفي هذا الإطار مشاهدين أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم أمرا بإخلاء 25 قرية جديدة في الجنوب.
وبعد أقل من شهر على التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، أصبح 25% من سكان لبنان يخضعون لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية مباشرة عبر نداءات يومية لإخلاء قرى في الجنوب والمنازل في ضاحية بيروت الجنوبية أو البقاع بحجة وجود مقرات أو مراكز لحزب الله. وحتى الساعة طلب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 129 قرية في محافظتي الجنوب والنبطية فقط. نتحدث عن مساحة قرابة 1045 كيلومتر وعدد سكان نحو 800,000 نسمة. أما عدد النازحين مشاهدين داخل جنوب لبنان بلغ قرابة 45,000، وهنالك قرى نزح 90% من سكانها خارج مناطق الجنوب اللبناني مثل كفركلة والعديسة ويارون والظهيرة ومروحين. لكن عدد النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع بلغ أكثر من 1,200,000 نازح حتى الساعة، ما يذكر بمشهد قطاع غزة التي نزح سكانه من شماله إلى جنوبه وتخطوا 1,000,000 بمساحة صغيرة لا تزيد عن 365 كيلومتر. تشردنا نحن، يعني أنت عايش ومش عايش، وفي عنا أطفال بدها لقاحات وبدها حليب. كل ما يضربوا بنقص وبفيق وبصير أبكي. والله هربنا على الحال، يعني ما بنعرف شي عن بيوتنا ولا أي شي عن قريبنا ولا شي. نحن من الجنوب تهجرنا على منطقة ما بنعرفها، هي أول مرة بنيجي نحن على هالضيعه. نص العالم تركت أرزاقها مصالحها، كل ما تجرب تعمل شي بهي البلد بترجع فيه لورا. فتحت مصلحة سكرتها وطلعت تهجرت، غيرك فتح مصلحة ليجرب يكبر الضيعة ما قدر يكبرها فقل وترك بيته ورجع. يعني بتعلق بأزمات كتير، قطعنا كورونا، قطعنا حرب، قطعنا دولار، ما مش عارف عليك شو بدك تعمل بهي الضيعة، بالأخص بلبنان. يعني يمكن نظن بنقول نحن لو سافرنا أحسن إلنا، بس بترجع بتطلع في وراك أهل وفي عندك عالم لازم تضلك حدنا. أسأل هنا محاسن، أكثر من دفع الثمن في هذه الحروب هم الأطفال، كيف يبدو المشهد اليوم في لبنان يا محاسن؟ بالفعل محمد، الأطفال يدفعون الثمن على كافة المستويات. تحذير أممي من ضياع جيل بأكمله في بلد صغير مثل لبنان بعد نزوح أكثر من 400,000 طفل في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط بسبب الحرب. الأرقام صادمة، تخيلوا هناك 1,200,000 طفل محرومون من التعليم في لبنان، فالمدارس الرسمية إما أصبح الطريق إليها مقطوع بسبب القصف أو تضررت أو تستخدم كالملاجئ، وهذا آخر شيء كان يحتاج إليه لبنان بعد أن عانى من أزمات متعددة، والآن حرب لا أحد يعرف متى وكيف ستنتهي. أما بالنسبة للمدارس الخاصة فبعضها ما زال يعمل، والبعض الآخر تأثر نظامها بشدة لأنها غير قادرة على تأمين الدراسة عن بعد. هذا عدا عن الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال، منهم من فقد عائلته وأصبح يتيما، والبعض الآخر خسر أقرباءه. وبالتالي مئات الآلاف من الأطفال اللبنانيين معرضين لخطر فقدان تعلمهم وطفولتهم، وهذا يعتبر تهديدا لمستقبل البلاد تقول اليونيسف. هذا من ناحية التعليم، أما الحرب فقد أدت إلى مقتل أكثر من 2,300 شخص، وفي الأسابيع الثلاثة الماضية قتل أكثر من 100 طفل وجرح أكثر من 800. معاناة الأطفال هذه خير من يتحدث عنها أصحابها. نستمع معا. كنت عم ببكي وضربوا بعيتا وصاروا يضربوا، أنا خفت وإجيت لهم. أسف علينا ونحن كتير خير، خفنا ورحنا بيروت. وقفوا المدرسة وأنا بحب المدرسة، خوفونا كرمال ما نروح على المدرسة وهددونا. كيف إجا الصوت؟ نحن إذا؟ نحن من إذا قبل. بوم مثل صوت أمي ودابك. لا ما رح أرجع. موجز لأهم الأخبار.
أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى وزيري الدفاع ووزير الاستراتيجية الإسرائيليين يطالبان فيها إسرائيل باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة خلال 30 يوما. كما حث الوزيران في الرسالة إلى الامتثال لذلك لتجنب العواقب المترتبة على توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أنها ستزور لبنان الجمعة مشددة على أن انسحاب قوات اليونيفيل بناء على طلب أحادي من إسرائيل سيكون خطأ فادحا يقوض مصداقية الأمم المتحدة. أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن تقريره الطبي ممتاز على عكس المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، متسائلا عما إذا كان ينبغي لها أن تترشح للرئاسة أم لا. أعلنت المفوضية الأوروبية في رسالة إلى الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية ستقترح تشريعاً جديداً من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. أفادت وزارة الدفاع التايوانية بتحليق عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية في محيطها بنحو 153 طائرة، ذلك على مدى 25 ساعة غداة مناورات صينية واسعة النطاق. الآن إلى قطاع غزة، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تعزل شمال غزة بشكل فعلي وربما تنفذ نقلا قسريا واسع النطاق للسكان المدنيين، وهو ما قال إنه يرقى إلى جريمة حرب لأنه يتجاهل تماما حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة. إذن هو محاصر مشاهدينا، فهل تنفذ إذن خطة الجنرالات التي اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي جيورا آيلاند؟ بشكل رسمي لم تتبنى الحكومة الإسرائيلية اقتراح آيلاند بالكامل، لكن الأخير قال لشبكة CNN إنه على الرغم من وجود اختلافات فيما يتعلق بما كان الجيش يفعله في شمال غزة فإن الحكومة تبنت نسخة من خطته. مسؤول إسرائيلي آخر أوضح على أسوشيتد بريس أنه لم يتخذ أي قرار أو يتخذ أي قرار من قبل الحكومة لتنفيذ الخطة، لكن أجزاء منها بالفعل يجري تنفيذه الآن دون الإشارة لأي شق تحديدا، لكن التصريحات الرسمية في إسرائيل تسير عكس ذلك. هذه التسريبات. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال مكالمة هاتفية بأن إسرائيل لا تنفذ خطة الجنرالات ولا تفرض حصارا على شمالي غزة، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين. إلى ملف الانتخابات الأمريكية، 21 يوما تتبقى على الانتخابات، وعلى المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس أن تحل معضلة كبيرة تواجهها الآن، انقسامات داخل الفئة الديمقراطية التي ساعدت من؟ أوباما وبايدن في الوصول للمكتب البيضاوي، الناخبون من ذوي البشرة السمراء واللاتينيون الذين كانوا ركيزة أساسية للديمقراطيين باتوا يبتعدون بأعداد كبيرة عن الحزب وفقا لاستطلاع أجرته نيويورك تايمز وكلية سيانا. هذا التراجع مشاهدينا إن استمر حتى يوم الانتخابات سيضع هاريس في وضع صعب في المدن الكبرى والولايات الحاسمة، وسيكون فوزها مربوطا بدعم الناخبين البيض المتعلمين وسكان الضواحي بما في ذلك الناخبون الذين مالوا تقليديا للجمهوريين. اعترفت هاريس أنها الطرف الأضعف، لكن تحدثت هي عن هذا العمل الشاق. دعونا نستمع. This is going to be a tight race until the very end. Okay? We are the underdog. We are running like the underdog. We have some hard work ahead of us, but here's the thing also. We like hard work. And with your help in 22 days,
We will win. We will win. We will win. في حين بدأت تخسر نائبة الرئيس أصوات حاسمة من القاعدة التقليدية للديمقراطيين، يبدو أن الجهة المقابلة، وهنا أعني ترامب، هو سعيد بذلك. دعونا نستمع. And I'll tell you what, our poll numbers have gone through the roof with black and Hispanic have gone through the roof. And I like that. I like that. I like that. بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، تحياتي إليك. أسألك مباشرة، كيف تبدو ردود الأفعال الآن في المعسكر الديمقراطي بعد هذه الأخبار التي نستمع إليها وهذا النزيف في شعبية كاميلا هاريس فيما يتصل بأصحاب ذوي البشرة السمراء واللاتينيين كذلك؟ تواجه بدون شك كمالا هاريس معضلة مع الناخبين السود وأيضا اللاتين، خصوصا أنهم لم يقتنعوا بأن لديها خطة واضحة لمعالجة مشكلة الغلاء. محاولة الرد جاءت أولا عن طريق الاستعانة بالرئيس السابق باراك أوباما، وهو سوف يقوم بعدة مهرجانات انتخابية ويتحدث إلى الناخبين السود بشكل خاص. هناك محاولة من قبل كمالا هاريس بالتحدث إلى هذه الأقليات، ولكنها تفعل أمر آخر مهم جدا، وهو التحدث إلى الناخبين خصوصا الرجال البيض ممن يسكنون في المناطق القريبة من المدن. هذه الشريحة قريبة جدا من ترامب والجمهوريين تاريخيا، لكنهم يتبرمون من تصرفات الرئيس السابق الأمريكي، وهم يقبلون أكثر بأن يتوجهوا باتجاه التصويت لكمالا هاريس. نعم، هو يستثمر يعني في هذه الجزئية تحديدا الآن وفي هذا التوقيت، ولكن أسألك يعني هل ثمة أي ارتياح الآن في الداخل الأمريكي؟ وهنا أتحدث عن المعسكر الديمقراطي يا بيير، هل ثمة ارتياح لما تفعله الآن كاميلا هاريس لمحاولة ترميم ما حدث الآن وجذب هذه الأصوات مجددا إلى المعسكر الديمقراطي؟ هناك لوم كبير في صفوف الحزب الديمقراطي لأن كمالا هاريس لم تتمكن خلال الأسابيع الماضية من التحدث إلى الشريحة الأكبر للأمريكيين الذين ينأمون تحت ثقل المشكلة، مشكلة الغلاء والاقتصاد. لذلك هم يعتبرون أنها خسرت الكثير من التأييد خلال الأسابيع الماضية، خصوصا في صفوف المستقلين، لأنها لم تتحدث كفاية ولم تكن لديها خطة جيدة لمواجهة هذه المشكلة. بقي لديها وقت قصير جدا لمعالجة مشكلة خططها لمواجهة الاقتصاد، ولكن ربما تكون هذه المهلة قصيرة جدا أيضا. طيب بيير، يعني حتى لا يفوتنا أي شيء، يعني ماذا عن جديد الأرقام وآخر الاستطلاعات؟ الأرقام متقاربة جدا. هذه واحدة من الانتخابات حيث الفارق بين الفريقين أي هاريس وترامب لا يتعدى 1 أو 2% على مستوى الوطن. والمشكلة الأكبر التي يواجهها الطرفان هو أنه في كل الولايات المتأرجحة، لو نظرت إلى المجموع العام للاستطلاعات، ليس هناك من يكسب هذه الانتخابات. سوف يربحها المرشح الذي يستطيع أن يأخذ 1000 أو 2000 صوت زيادة في ولاية أمريكية. سوف تكون معركة متقاربة جدا، وهي متقاربة جدا في كل الولايات المتأرجحة، ولا يتقدم ترامب في أكثر في أي ولاية بأكثر من 3%، ولا تتقدم هي في أي ولاية بأكثر من 3%. من واشنطن بيير غانم مراسل العربية، تحياتي إليك دائما. ثمة حيلة تتبعها هاريس على مواقع التواصل، حولت سلاح ترامب المفضل ضده، باتت تسخر هي الأخرى من منافسها عبر الكثير من المقاطع المصورة في محاولة منها للتقرب والوصول إلى جيل الشباب. هذه إحدى الفيديوهات التي لاقت انتشارا واسعا بين الشباب، مقطع فيديو على تيك توك. أنشأت حملة هاريس مجموعة من الصور لترامب وهو يسخر على ما يبدو من بشرته السمراء المزيفة، بينما شهدت
أمريكا إعصاراً وتستعد لإعصار ميلتون. نشرت الحملة مقطع يسخر من ظهور قديم لترامب، وصف فيه الإعصار بأنه أحد أكثر الأعاصير رطوبة التي رأيناها. المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ رد على هذه المقاطع لموقع أكسيوس في تصريح سابق قائلاً إنه إذا كان أي شخص يعتقد أن استخدام الرموز التعبيرية هو أحد تقنيات الرسائل المتطورة فهو بعيد كل البعد عن الواقع. الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون هو الآخر مثل هاريس استخدم سلاح ترامب المفضل وهو السخرية حينما خرج داعما لها من جورجيا هذه الولاية المتأرجحة ليروج لحملتها هي وتيم والز. ماذا سيقول ترامب لو الشمس أشرقت؟ ماذا سيقول ترامب لو السماء أمطرت؟ كلينتون يجيب بتحكم. Yesterday it rained. If I'd been president, it never would have happened. Speak it. This is about me. You got to understand there's nobody in the world like me. I can do things nobody can do. I can stop things nobody can just stop. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. وسط توتر بين الكوريتين، روسيا تصف تصرفات كوريا الجنوبية تجاه جارتها الشمالية بالاستفزازية. ولدينا أيضا في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، جوجل تلجأ للنووي من أجل الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. التوافق بين روسيا الشمالية بين روسيا وكوريا الشمالية التي يصفها البعض بأخطر دولة نووية بدأت تتضح معالمه منذ الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ. الكرملين مشاهدين أكد أن الاتفاق مع كوريا الشمالية يتضمن تعزيز التعاون الأمني مقابل دعم بيونغ يانغ لسياسات موسكو دون قيود أو شروط، الأمر الذي أربك الجارة الجنوبية. ليس هذا فحسب مشاهدينا، الاتفاق القائم بين البلدين يذكر صراحة أنه يتعين على أي دولة تتعرض لهجوم أن تقدم الدولة الحليفة دعما عسكريا سريعا، وسط حديث عن حصول بيونغ يانغ على تكنولوجيا روسية ستسمح لها بتطوير قدراتها في مجال الأقمار الاصطناعية. وفي سياق تطورات الوضع الحالي قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو إن تصرفات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية استفزازية وستؤدي إلى تصعيد الوضع إلى أكثر مما هو عليه. ماذا يحدث وما هي تفاصيل التصعيد الجديد بين الكوريتين؟ التفاصيل مع فارس صلواتي. النزاع الكوري يتجدد، بيونغ يانغ تفجر طريقين يربطانها بسول ما يزيد من حدة التصعيد المستمر منذ سنوات طويلة، من أزمة النفايات إلى خيار التصعيد أجزاء من خط كيونغوي على الساحل الغربي وخط دونغهاي على الساحل الشرقي نصفت ودمرت بالكامل، وهي خطوة خطيرة جاءت طبعا بعد أيام قليلة من تعهد بيونغ يانغ بإغلاق حدودها مع جارتها الجنوبية بهدف تعزيز أمنها. وردا على الانفجارات فتح الجيش الكوري الجنوبي النار داخل المنطقة الواقعة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية، كما تم نشر الآلات الثقيلة على طول الحدود، ما خلف طبعا وضعا عسكريا معقدا سبقه تحليق طائرات في المجال الجوي لبيونغ يانغ حملت رسائل تهديد بعد أشهر من إرسال بيونغ يانغ بالونات محملة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية. بيونغ يانغ عززت دفاعاتها الحدودية وزرعت ألغاما أرضية وبنت مصائد مضادة للدبابات وأزالت أيضا البنية التحتية للسكك الحديدية، بل وطرحت خيار استخدام الأسلحة النووية لتدمير كوريا الجنوبية إذا تعرضت لهجوم في المستقبل.
شركة جوجل تلجأ للطاقة النووية والسبب الذكاء الاصطناعي، فعملاق التكنولوجيا يعمل على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فلك كمية هائلة من الطاقة تحتاجها جوجل حتى تلجأ لهذا الخيار يا فلك. بالفعل محمد، لنشرح لكم تفاصيل هذه الخطوة وكيف ستعمل المفاعلات النووية لخدمة الشركة. إذن في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، شركة جوجل تدعم بناء مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة كايروس باور لإنتاج الطاقة النووية. لماذا هذه الخطوة الآن؟ أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي تتطلب كمية هائلة من الكهرباء، وبالتالي عمالقة التكنولوجيا من بينهم جوجل طبعا يحاولون مواكبة هذا النمو الهائل، لأن الطلب على الكهرباء زاد بشكل كبير لشركات التكنولوجيا. المفاعلات الصغيرة التي ستدعم جوجل بناءها تتميز بكونها أقل تكلفة وأسرع في البناء مقارنة بالمفاعلات النووية التقليدية. أما بالنسبة للطاقة النووية فهي تضمن توجهات جوجل للاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون في إطار التزامها بتحقيق طاقة خالية من الكربون. شركات التكنولوجيا الأخرى لجأت هي الأخرى لحلول مشابهة لاستخدام الطاقة في تشغيل الذكاء الاصطناعي، فمايكروسوفت توصلت إلى اتفاق لاستئناف العمليات في محطة الطاقة 3 مايل آيلاند التي شهدت أسوأ حادث نووي في تاريخ الولايات المتحدة في عام 1979. أما أمازون فأعلنت في مارس الماضي أنها ستشتري مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية في ولاية بنسلفانيا. إلى العناوين. خلال مباحثات بالقاهرة، الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. في ظهور جديد، نعيم قاسم يقول إن المواجهة باتت مباشرة مع إسرائيل وليست حرب إسناد، ويدعو لوقف النار. وفي غزة تضارب في التصريحات الإسرائيلية حول تنفيذ خطة الجنرالات، والأمم المتحدة تحذر من عزل شمال القطاع. في الانتخابات الأمريكية، 21 يوما أمام هاريس لحل معضلة خسارة أصوات ذوي البشرة السمراء واللاتينيين. لم نعد في حرب مساندة لغزة، إنما نحن في حرب مع إسرائيل، والحل وقف إطلاق النار ومن ثم عودة سكان شمال إسرائيلي إلى مناطقهم، وإسرائيل تضيق الخناق على سلاسل إمداد حزب الله. كونوا معنا في خارج الصندوق.